يقول المواردي، خد بالك برضو من هذا الكلام انه كلام مهم، اذا قدر على اظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار اسلام، فالاقامه فيها افضل من الرحله منها لما يترجى من دخول غيره في الاسلام. يقول اذا قدر على اظهار الدين في بلد من بلاد الكفر، يعني طالما انك قادر على اظهار دينك، طب انت بالله عليك، يعني هل نحن نواجه مشكله هنا مثلا في اظهار ديننا؟ ده احنا بنصوم ونصلي ونتعبد ونذهب للحج اسهل من بلداننا، صح ولا لا؟ فاظهار الدين ده حتى راجل، ده احنا في صلاه العيد في كثير من البلدان، في كثير من المدن هنا في ايطاليا، السندكو بتاع المدينه يحضر مع المسلمين صلاه العيد.